حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس. حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس. الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود تبذل تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال سرال، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجهود تبذل تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال سرال، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس. يا ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. يا ما قالوها الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حواليس. الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس. سمعني زين، باكر بيجي فريق تفتيش من الوزارة عشان يطلع على الشركة، لأن مقدمين على المأذونيات والأوراق عندك موجودة في الملف. إذا حبوا يطلعوا عليها هذه المأذونيات أريدها تخلص بأسرع وقت ممكن، ما أريد أي تأخير. إن شاء الله، بس الموظفين إذا بكرة راح يجوا وين راح أوديهم؟ وديهم أي موقع وخلاص. بس أستاذ إذا سألوني عن العقد وإيش راح أقولهم؟ لا تقولهم أي شيء لأنهم ما راح يسألوك. وبعدين الشخص اللي جهنا أنا فهمته، لأن هذول في فترة تدريب لمدة 3 أشهر. إن شاء الله. فهمت؟ إن شاء الله. المهم أنا بروح عنك ولا تنسى موضوع الوزارة. إن شاء الله. عاد هاي ثالث مرة اتصل فيه وما يرد، كله تعدى. أكيد صاير له شيء، ما معقولة للحين ما وصل. أكيد أكيد حد خطفه، هو ما عنده شيء عشان حد يخطفه، بس أكيد أكيد غير رأيه ورجع البلد. حد خطفه؟ هذه مسقط اللي كنت أحلم فيها. أحسن حاجة أرجع البلد، بس كيف أرجع البلد؟ ترى هم بيفضحوني يضحكوا علي هناك. لا لا، المسألة زالت عن حد، أنا بسير أدور عليه. إيش رأيك نبلغ الشرطة؟ الشرطة؟ حاليش الشرطة؟
والله هو ما صغير علشان يضيع. وبعدين انتوا ليش مربشين بعماركم كذي ومصدعين لي براسي بهذا اللي اسمه زكريا؟ هو من الحين كذي كيف لما يجي عندنا البيت؟ انا بسير ادور عليه. وين بتدور عليه؟ في مسقط؟ طبعا بعدين اسير. هذا الولد انا ما هاجني، انا جالس في البيت وهو ما موجود. هذه الحافلة اللي تروح البلاد، خليهم يتكلموا بويتكلموا مع سم اللي أنا فيه. لا لا، إيش بيقولوا الناس عني لو رجعت بهذه الحالة؟ إيش أسوي يا ربي؟ إيش أسوي؟ بالسلامة. مسقط أول ما كانت كذي، بس لأن كل أهل البلد يودروا مزارعهم وأهلهم ويجي يشتغلوا فيها، عشان كذي انترست مسقط. الله أمره، هذا من أول يوم كذاك، لكن ما عليه. والله مشتاقين ليكم عمي. المهم الحمد لله على السلامة، وزي إنك وصلت. ومن باكر يا ولدي تراب نستلم الشغل الجديد. صدق انت وجهك سعد عليني. السعد كان ما خليتك تحرم تجي مسقط مره ثانيه، ما اكون انا فاطمه. وبنشوف. فاطمه بسم الله، ايش صار لك؟ ما فيني شيء، بس احس انه فيني صداع وان راسي بينفجر. قلت اروح داخل احسن لي ارتاح شويه. يلا تعقبني العافيه. ترى امي تعبانه شوي. هلا والله يا ولد العم. اهم شيء استاذن انا اروح اشوفها. والله كبرت بنت عمي وصارت عروسه وحلوه ما شاء الله. اقول عمي خير خير ان شاء الله. مالك مو فيك فزعتني؟ عمي هين الحمام انا باغي اتسبح. اشوفهم بعدهم طالبين عمال. ما قلت لك ان هاي شركه كبيره ودائما محتاجين لعمال؟ شفت كيف؟ بس يخوفوني كذاك، انا خايف لا يكون فكرونا احنا ما نقع، عشان كذا سوي اللوحه. ذوك الدهوجيه تذوق. سمعت؟ انا تعبت ابوي، مليت، لفيت مسقط بكبرها وما حصلت شغل الا هاي الشغله هذه. يلا خلا يلا. عمي انت خبرتهم انه انا حاصل على الثانويه العامه؟ ايه لا تشيلها من ناحيه هذه ابدا، لا تشيلها، خبرتهم. يلا يمكن يخلوني مدير، سبحان الله. ايه خلا ابوي خلا مالك. يلا حسبي الله ونعم الوكيل، 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 حسبي الله ونعم الوكيل. أهلاً 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 وسهلاً، سموحة جالسة انتظركم من ساعة، تفضلوا تفضلوا. شفت كيف عمك صالح حين يوديك شركات كبيرة ومهمة، هاي مكان انت بنفسك. ما شاء الله عليك. كيف الحنقة؟ حنقة الحين الله يسلمك جايين. كل شيء جاهز ولا تحاتوا شيء. انتوا أول شيء تفضلوا وشربوا حاجة وبعدين نتكلم. تفضلوا. شفت كيف؟ خلاص تعال. تفضل اهلا وسهلا، تفضل حياكم الله. تفضل استريح. بس اخوي انا باغي اسال. انت اول تفضل واستريح. تفضل تعال تتحرك. تعال حياكم الله. بس مستعجل مره انت. كلف هذا هو الملف، درسوا على راحتكم وقريوه الين ما اجيب لكم انا حاجه تشربوها. تمام عمي حلمو هذا الملف. هاي يمكن عشان يسوون لنا اختبارات. زين انا بروح اجيب لكم حاجه تشربوها، خذوا راحتكم على اقل من مهلكم. تمام يلا. انت مو مسوي يعني مو مسوي في الملف؟ انت ما تقول انك عندك ثانويه عام؟ ها يلا هاي اختبارات وحلها الحين. بس خبقه بس ان عندي ثانويه، بس الحين بتبين الثانويه. يلا عمي صح عندي ثانويه عامه، لكن انا يلا جبت 60% يعني على حافه. السلام عليكم. نعم خير، انتو من؟ نحن فريق التفتيش. واجب انتو من بقى؟ ما شاء الله عليك عمي، حنكة ها حنكة.
عمي. نعم. لو نحن ليش لابسين هالملابس وهذا من فوق راسنا رايح نحارب؟ هذه ملابس الشغل تراها. ايه. بعد انت اسكت ولا كلمة. زين بعدهم رضوا يرجعونك مرة ثانية الشركة بدل ما بادرت لهم اوراقهم هناك في الشركة. عمي انت ما وحدك قلت لي انهم بيسوون امتحانات؟ لا تقول انا بهدلتهم. لا اسكت عاد بس يلا جهز نفسك. الحين. الحين. زاد. عمي عمي هذي ليش لابسين كمانة؟ صراحة ما أعرف. ليش علينا منهم؟ ليش هم مننا حد؟ وأخيرا وصلتوا. من فيكم زكريا ومن فيكم صالح؟ أنا زكريا طال عمرك. وأنا صالح طال عمرك. زكريا أنت تروح مع العمال اللي فوق وتشيل الرمل وتسوي مثل ما يسوون، وانت يا الشيبة. شيبة؟ طبعا شيبة ونص. تروح فوق وتسوي نفس اللي يسوي العمال. بس يا استاذنا احنا يعني تونا ما في بس ولا خلاص. يلا روح اشتغلوا. هذه الشغلة اللي جايبنها حالي عمي لو عرفوا في البلد والله فضيعة. بس اسكت اسكت تاك ورا مثل الفوادي. هل هكدني؟ في شيء غلط عمي، في شيء غلط. وش سويون؟ يلا روح اشتغلوا. كل الناس عندهم خدامات، ليش انا لا؟ لا، وبعد راح يجيب ولد اخوه عشان استوي لهم خدامه. ضحكي فطوم حبيبتي ضحكي. انا غلطانه، انا غلطانه اللي جبت البضاعه اول شيء انت تشوفيها لان صديقتي. انا غلطانه بصراحه فطوم. ما في غير ان اشوف لي كم واحد من موظفين الشركه واخليهم يروح يسجل الوزاره. ما فهمت عليك استاذ. انا الغلطان اللي قاعد اتكلم معك انت استاذ. بس انا حتى ما عارف ايش اللي صار. يعني اللي صار ان الوزاره ما وافقت على المأذونيات اللي متقدمين بها بحجه ان عدد العمانيين اللي في الشركه ما هو العدد المطلوب، وعلى كذا المشروع الجديد راح يتاخر. فهمت الحين؟ الحين فد استاذ. بس اقول استاذ ايش رايك نروح نشوف المواقع ونختار العمانيين الزينين ونسجلهم في الوزاره؟ انا باك تشوف اللي ما يشتغل زين وتسجله. ما فهمت استاذ. ما فهمت.
انا لو بابا شغال الزينين كان ما جبتك معي هنا في المكتب. بس يا استاذ، بس انا اقول لك شيء، روح شوف شغلك، ولا روح سوي لي شاي وجيب لي اياه عشان اعرف افكر، ولا برجعك في المواقع مره ثانيه هناك. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله. ما في غير هذا الحل، لان جربنا قبل. بسم الله. خير؟ شو صاير بك زكريا؟ مالكم ما تردوا علي؟ اللي يريد يشتغل في مسقط لازم يتحمل الشغل، ولا احسن له يرجع عند ابوه. ما كذاك يا زكريا؟ عمتي بس انا عاجبني الشغل. انا احسن لي اروح اجهز العشاء. اقول زكريا، هذا جهاز قديم ويؤدي للغرض، ليه ما تجيب جهاز ثاني؟ انا والله مستحي منك، ما عارف ايش اقول. زكريا انت مثل اخوي وما يصير ترده. بس اريد اسالك سؤال، في رصيد؟ يلا تراني بموت من الجوع. اشوف فواكه معكم اليوم، من جايب لها؟ مثل كل مره سليمه صايره تاجرة فواكه. بعد قام التاجر الفاكهه. يلا بسم الله. بسم الله بقى. ايش صار؟ بالعافيه نحضر. ليش مزودت لنا في العيش؟ عندي طابخه ملح راش عليه عيش. السموح تراني ما انتبهت، انت عارف كثر الشغل علي، وبصراحه ما انتبهت اني كم حطيت من الملح. ماشي حل غير انك تجيب خدامه. موضوع القدامة نسيب المرة بالبنتة، فتاتك بالبنتة. يا الله الله يا عمتي الله، هذا الأكل المالح أنا كيف أحبه. جميل، تسوي بالضبط مثل ما تسوي أمي في البلد. أنا أحسن لي أروح داخل أرتاح، لأني حاسة إن الصداع بدأ يجيني. جالسين عمتي الله يهديك، بعدنا ما اكلنا، ما اكلت شيء. كيف مالح؟ يلا بغيت تقتلنا اليوم، ما يعمي مي. عمتي تراني بموت من التعب عمي. فين انا؟ تبغى ترجع؟ تراها سهله، ارجع. عمي شيلنا ما ارجع، بيضحك علي، بيقولوا عني. مدير كلهم اذا رجعت هناك اني ما حصلت وظيفه، وظيفه مدير ورجعت. لا لا عمي، تراهم بيضحكوا علي واجد، بيقولوا لي كلام ما بيعجبني. انا من ساعه احاول اتذكر وين شفتك. لا شفتك ولا شفتني. انت من؟ افا استاذ زكريا، الحين تذكرت، ورقم النقال معاي. بس رقم النقال اللي عندك ما رقمي، حتى قرب اتصل فيني بتحصلني مارد. حجينا مع بعض وتكلمنا في الحفلة عن موضوع الشركة الكبيرة والمشروع الجديد. والله نسيت استاذ زكريا. ها انت قلت استاذ زكريا، انا ما استاذ، انا زكريا بس. مو فيك انت وياه. اقول زكريا، انت والشايب صالح بكرة يبغاكم المدير العام. طردتونا؟ الحمد لله، يلا تعقبكم العافيه في مالنا. مو لا با لا، ما على كيفكم تطردونا. لا من جاب سيره الطرد الحين؟ المدير العام يبغاكم بمساله تتعلق بالشغل. كذاك، ما دام كذاك ما يخالف، يصير خير ان شاء الله، باكر بنمر عليه، ما يهمك. اقول استاذ محمد، احصل من عندك سلفه؟ انا ما عندي فلوس ابدا. عمي والله العظيم اول مره اشوفه يضحك، دائما معصب. غريبه، من هذا اللي يتصل فيني في هالوقت بعد؟ من يعرف رقمي؟ كيف الواحد يرد الحين؟
بيض الوجه، وجهه وجهك ابيض الوالد. طبعا ما يحتاج كلام، والبركة في عمك صالح. طبعا عمي شاف لي شغله مدير، يعني شوية بدرجة أقل. يا زكريا، وانت نوبة بعدك ما سهل، وعندك شهادة ثانوية عامة. نوبة ما سهلة هي. أيوة ثانوية عامة صح. ما تنسى هذاك الجهاد بعطيتك عليها تشتري البدالة. هي هذا جهاد، هذا الجهاز ما حالي وين بتكلم فيه تو، ما حالي مالك انت ما تفهم. اقول والد بالنسبة للمزرعة لا تبيعها، انا غيرت رأيي. ايوه يلا مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، مثل ما شفتك في الحلم. شفتوا؟ ما قلت لكم ان والدي الاستاذ زكريا صار مدير في شركة كبيرة؟ عجب، خلي يجيب لك جهاز جديد. تو زكريا صار مدير؟ ثانوية وعامة وبالصدفة؟ أكيد عمتي تقصد شهادة غير الثانوية العامة. لا، أنا أقصد الثانوية العامة، لأن في حد إذا شفته وسمعت كلامه تقول إنه عنده الابتدائية، مع إنه يقول إنه عنده الثانوية ولا عنده ثقافة. عمي، أنا أقول عمتي تعبانة في المطبخ، ليش ما تجيب لها خدامة؟ ها؟ صحيح ولا؟ صدق كلامه؟ طب انت الحين ليش اللي ذكرك بهالموضوع؟ انا ما اصدق انها نسيتك. انا شفت وجهها عمي تعبانه، دائما في المطبخ تشتغل، هي ما تتكلم المسكينه، بس انا حسيت فيها تعبانه. ولا ايش رايك عمتي؟ صدق زكريا، صدق والله، لو ما كان واعي ومتعلم كان ما قال هالكلام. هذه الناس اللي تفهم. يعني ما صدفة شهادة عمتي؟ لا 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 لا، ما صدفة. وبعدين أصلاً أنا ما قصدك أنت في هالكلام، أقصد حد ثاني. إيش رأيك يا الوالد؟ زكريا. نعم عمي. خير؟ سير نام من الوقت، باكر عندنا شغل من صباح الله. قوم يلا سير. سير طف يلا. أنا إيش سحب لساني من مكانه؟ أنت إيش ليك بعد الحلطم؟ ما شاء الله، تصبحوا على خير. وأنت من أهله يا ولدي يا زكريا. خيب غابت عينك. ناديتيني عمتي؟ حسبي الله عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. عمي ما هو هذا اللي هذيك اليوم كان يقول نفس الكلام كذا؟ هو بعينه. لكن احنا ايش يخصنا؟ هو دخلنا فيه؟ رايح خليه. مسكين عمي انا لازم اشوف ايش فيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليكم. ليش باغين يسفروها؟ يقولوا خلاص ما يبغوها الخدامه. اقول فطوم، انت جارتي وعزيزتي وحبيبتي، سمعي كلامي. ايش رايك تاخذي الخدامه؟ تراها خدامة خمس نجوم. خمس نجوم؟ خمس نجوم طبعا، تعرف تنظف وتكنس وتطبخ. هذه كم راتبها؟ تبغي الصراحة؟ ما سألت، خليني أسأل وأردع. انزين بنتظر اتصالك. ها يلا مع السلامة. هذه فرصة ما حصلت، صالح ما بيوافق لأنه ما عنده فلوس.
لكن زكريا مقتنع معاي كذي وبنصير اثنين، على الأقل نستفيد حاجة من هذا الخبلة وبس. فهمتوا شيء؟ والله هذه بعد روحها سالفة جديدة هذه. أما أنا ما فهمت شيء أبداً. أنت بتقتلني، ما بجيب لي سكتة، صرت عايد لك الكلام أكثر من 3 مرات، إيش فيك ما تفهم؟ هذا أنت قلت بروحك، فعلاً هو ما يفهم. قلت لك إنه شيء قرار بأن الموظف ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يشتغل في الشركة يحسبوا لك أنه موظفين بالعمانيين عشان يطلع مأذونيات. أنا مسجل بالوزارة باحث عن عمل، ومن مدة طويلة أنتظر حد يتصل بي وما حد اتصل بي. يوم ما اتصلوا بي أنا رحت أسأل بنفسي، قالوا لي أنت موظف معنا بهذه الشركة. زين، أنا بسألك سؤال، أنت ليش ما اشتكيت عليه؟ كيف أشتكي عليه وصاحب الشركة واحد من أهلي، وكل ما أجي أسأل عنه يقولوا لي ما موجود. أقول لك شيء؟ ها؟ هذا أبو قدامك عمي صالح، هذا عمي، هذا عمي. والله إذا غلط علي إني أنا بصبق بشكه وبيني وبينه المحاكم والقضاء. سمعت؟ ما تشتكي نعم لأنك ما فيك أدب ومغفل. خلاص يلا قدام، يلا يلا يا حسن الرجال. أنا بوريهم داخل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا بالأستاذ زكريا والأستاذ صالح. أستاذ؟ لا وينكم يا رمر؟ وينكم؟ أنا الصبح أنتظركم. ما عليه، اسمح لنا تاخرنا شوي بالطريق. ما مشكلة، تفضل 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 سلام. تفضل تفضل عم. تفضل 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 عم. حياكم الله. تفضل سلام. حياكم عمي. انت متاكد انه هذا الرجال ما هو ذاك الرجال يتكلم عنه برا؟ اسكت، لا تفضح، اسكت. شك عمرك. نعم استاذ مسعود، خبرونا انك طالبنا عندك في المكتب، عسى ما شاء. ما من شر، والله لا يجي بالشر ان شاء الله. وانا بدخل في الموضوع على طول، والموضوع هذا مفاجاه لكم. الدنيا حوالي سد، الدنيا حوالي، الدنيا حوالي سد، الدنيا حوالي. حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ حوالي تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير.